يوم من الأيام كان في قائد جيش جامع مجموعة من الجنود، عددهم تقريبا 100. فواحد منهم عطس، فقال مين عطس؟ ما حدا جاوبه. مين عطس؟ ما حدا جاوبه. فعددهم من 100 جنود، فقرر يقسمهم إلى قسمين، 50 على اليمين و50 على اليسار. إجا 50 على اليمين قال مين عطس؟ إجا 50 على اليسار قال مين عطس؟ فسكت. فقرر يقسم 50 على اليسار لقسمين، 25 على اليمين و25 على اليسار. 25 على اليمين قال مين عطس؟ قال مو احنا. اجى 25 على اليسار قال مين عطس؟ فسكتوا. فقرر يقسم 25 على اليسار لقسمين، 13 على اليمين و12 على اليسار. فاجى 13 على اليمين قال مين عطس؟ قالوا مو احنا. اجى 12 على اليمين قال مين عطس؟ فسكتوا. فقسم 12 الى قسمين، 6 على اليمين و6 على اليسار. اجى 6 على اليمين وقالوا مين عطس؟ قالوا مو احنا. اجى 6 على اليسار وقال مين عطس؟ فسكتوا. فقسم الستة على اليسار لقسمين، 3 على اليمين و3 على اليسار. فاجى 3 على اليمين قالوا مين عطس؟ فقالوا مو احنا. فاجى 3 على اليسار قال مين عطس؟ فسكتوا. قسم الثلاثة على اليسار لقسمين، 1 لحاله على اليسار و2 على اليمين. اجى 2 على اليمين قالوا مين عطس؟ فقالوا له مو احنا. اجى 1 على اليمين قالوا مين عطس؟ قالوا انت عطست؟ قالوا ايه؟ قالوا ارحمكم الله.